مهرجان الفلوس كتغيير. انا بعد ما خلصت المذاكره قلت يعني افرفش نفسي شويه، انا هنزل دلوقتي اجيب ومعايا فلوس اهيت، وهنزل اجيب على حسب بقى تبقى موجوده. هو بيقولوا اصحابي ليا ان هو ب2 جنيه ونص، فانا هنزل اجيب. يا جماعه دلوقتي نزلت جبت الاكياس وطلعت ب2 جنيه ونص. يا رب بس نتلاقى فلوس. هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نزلت جبت الاكياس المهرجان الفلوس ديت ب2 جنيه ونص، نزلت ب10 جنيه جبتهم ب2 جنيه ونص. المهم دلوقتي يا جماعه هنفتحهم نشوف الحظ، لان انا مفلس. بسم الله اول كيس يا رب. يا ستي يا فتح يا علي ازيك يا جماعه. اول كيس مفيهوش اي حاجة. اول كيس. تاني كيس يا رب يبقى فيه. اوه كسبنا جنيه. اهو يا جماعة فكرت في فكرة، ان احنا الكيس التالت دوت على شرف العلوم، ونشوف بقى لو عمر كسبني ولا مش هتكسبني. كسبتني. الله الله اكبر. لا ده لو امي كسب الله بس نص جنيه. يا جماعه الكيس دوت اللي هو الرابع الاخير دوت على شرف الرياضه، لقيتني بكرهها اساسا ولو كسبتني احبها. بصوا بقى اللحظه الاخيره اللي انتوا مستنيينها. اوه ما كسبتنيش يا خساره. يلا لا الحظ. اوعى تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ومتنسوش اللايك وتعلقوا تحت. لو انتوا عايزين فيديوهات اكتر عن الاكياس ديت جاوبوني وانا هعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.